بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الحمد لله انتهينا من البيزك تايبس اوف كونسترينز او الانواع الرئيسيه للكونسترينز. احنا لو تذكروا حضراتكم احنا اتكلمنا عن البرايمري كي كونسترين اللي هو المفتاح الرئيسي او الاساسي للجدول، ثم تكلمنا عن الفورين كي كونسترين اللي كان بيستخدم بربط جدولين ببعض، ثم تكلمنا على اليونيك كونسترين اللي بنستخدمه عشان اضمن ان كل معين او عمود معين القيم اللي فيه احاديه لا تتكرر، ثم بعد كده تكلمنا على التشيك كونسترين اللي بستخدمه عشان اطبق شرط معين او قاعده معينه على الداتا بتاعتي، وقلنا ان ده افضل كونسترين يمكن استخدامه في تطبيق البيزنس رولز او قواعد العمل. الملاحظ في كل الكونسترينز اللي اشتغلنا عليها ايه يا شباب؟ ان الطريقه بتاعت اضافتها على الجداول واحده، اما بضيفه اثناء انشاء الجدول باستخدام الكرييت تيبل ستيتمنت، كنا لو تذكروا نكتب كرييت تيبل ونفتح القوسين ونسرد كل الكولومز الاول وبعدين كوما وبعدين نضيف الكونسترينز بتاعتنا. الطريقه الثانيه اللي انا بضيفه بعد انشاء الجدول زي ما حضراتكم تذكروا باستخدام الالتر تيبل ستيتمنت، ثم بضيف اقول اد كونسترين واضيف الكونسترين بتاعي. طيب هنا بقى هنتكلم عن مجموعه اوبريشنز بيتم تطبيقها على كل الكونسترينز بغض النظر عن انواعها. اي كونسترين عندك هتطبق عليه الاوبريشنز اللي هنقولها دي دلوقتي بغض النظر عن نوع الكونسترين ايه. الاوبريشنز دي هي اول حاجه ان انا اعمل دروب لكونسترين. اعمل دروب لكونسترين زي يعني ايه؟ يعني في كونسترين بعد ما كنت حاطه على الجدول مش محتاجه تاني، اكتشفت اللي خلاص الكونسترين ده لا يطبق او انا لا ارغب في تطبيقه مره اخرى، فانا عاوز اعمل له دروب زي ما كنا بنعمل دروب لكولوم. فاكر كان نفس السنتكس، بقول التر تيبل واكتب اسم التيبل اللي انا عاوز اعدل فيه، وبعدين هنا بقى بكتب دروب كونسترين. كنت هناك بتقول دروب كولوم، لا انت هنا هتعمل دروب لكونسترين وبكتب اسم الكونسترين. شفت بقى فايده الاسم ايه؟ ادي الفايده بتاعت اسم الكونسترين. طيب مثال، فور اكزامبل، هنا انا عاوز اعدل الجدول اللي اسمه سبلاير. ليه؟ عشان عاوز احذف مثلا او اعمل دروب للكونسترين اللي اسمه سبلاير بي كي. عاوز اشيل انا السبلاير بي كي ده او البرايمري كي بتاع السبلاير. طيب ممكن الطريقه الثانيه او الحاجه الثانيه ان انا اعمل ديسيبل لكونسترين. ديسيبل يعني ايه؟ يعني اعطل عمل الكونسترين لوقت محدد. الفرق بين الديسيبل والدروب ايه؟ الدروب لا، انا هحذفه نهائيا من الجدول مش هيبقى موجود تاني، لكن الديسيبل لا، انا عاوز اعطل شغله لفتره محدده. طيب افرض احتاجته تاني اعمل له حاجه اسمها ايه؟ انيبل. حتى بالانجليزي عارف ديسيبل يعني بعطل شيء، انيبل يعني بمكن شيء من العمل تاني. فنفس الطريقه هقول التر تيبل واكتب اسم التيبل ثم ديسيبل كونسترين وبكتب اسم الايه؟ الكونسترين. نفس الطريقه يا شباب ونفس الاسلوب. مثال، انا عاوز اعطل البرايمري كي كونسترين ده، اعطله فقط مش اعمل له حذف، فاقول التر تيبل اسمه سبلاير ثم اعمل ديسيبل للكونسترين اللي اسمه ايه؟ سبلاير بي كي. طيب خلينا نجرب بقى الكلام ده عمل. مثلا لو انا عاوز احذف كونسترين من جدول، فاكر انت الكونسترين اللي كان اسمه تشيك سالري اللي احنا عملناه لسه في التشيك كونسترين كان بيشيك ان قيمه السالري ما بين ال 3000 وال 10000. انا عاوز اسقط الكونسترين ده او عاوز احذفه من الجدول مش عاوز يبقى موجود تاني، فاعمل ايه بمنتهى البساطه؟ هقول التر تيبل واكتب اسم التيبل اللي هو وركر، وبعدين اكتب دروب كونسترين واكتب اسم الكونسترين اللي هو كان اسمه ايه؟ تشيك سالري. طيب تعال نجرب كده. فانا اولا قبل ما اجرب احذفه انا عاوز اشوف تاثيره ايه في الجدول، فاقول انسرت انتو التيبل اسمه ايه؟ اسمه وركر، وبعدين كلمه values. طبعا يا شباب جمله انسرت دي هناخدها بالتفصيل قدام شويه. values واحط قيمه للوركر اي دي 10 والوركر نيم هخليه مثلا محمد، واحط قيمه للراتب تخالف بقى الكونسترين، يعني الكونسترين كان بيشيك على ان الراتب قيمته ما بين ال 3000 وال 10000، انا هحط 2000. دي قيمه مخالفه، صح؟ وخلينا اقول ان المدينه اللي هو شغال فيها او السيتي هي مدينه.
المدينة المنورة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماشي. وبعدين أجرب كده، قال لي إيه؟ شوف، قال لي يوجد خطأ. ليه؟ قال لك تم انتهاك قيد الاختبار أو التشيك كونسترين فيوليتد. بيقول لي التشيك سالري اللي أنت عامله، أنت حطيت بيانات تخالفه، لأنك أنت دخلت راتب كام؟ 2000، وانت اللي تشيك سالري اللي احنا كنا عاملينه كان بيشيك على ان السالري ما بين كام وكام؟ ايوه، ما بين 3000 و10000. يبقى اذا اللي تشيك سالري ده شغال وكويس اهو معايا في الجدول. طيب انا عاوز احذفه بقى، فيبقى هعمل ايه؟ هقول الالتر التيبل اللي اسمه وركر. ليه؟ عشان عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اعمل دروب لكونسترين. طب اسمه ايه الكونسترين؟ اسمه تشيك سالري. طيب واقفل واحط السيمي كولوم بتاعتي واجرب. قال لي تم تبديل الجدول او تيبل التر ده لو انت عندك نسخه انجليزي. طيب تعال نجرب بقى، ندخل تاني نفس القيم، شوف هيوافق ولا مش هيوافق. وافق، قال لي تم تكوين صف واحد او وان رو ايه كرييتد. ليه وافق؟ لانك انت خلاص انت حذفت الكونسترين اللي اسمه تشيك سالري فاصبح غير موجود، فيبقى اي قيمه تديها له ايه هيقبلها، صح؟ طيب العمليه الثانيه اللي هي اعمل ديسيبل للكونسترين زي ما قلنا، اللي هي معناها بعطل عمله لفتره محدده. فانا كان عندي لو تذكروا في تشيك سيتي، تشيك سيتي ده لو كان بيعمل ايه؟ ده اللي كان بيشيك على المدينه، ان هي المدينه اللي بيسكن فيها العامل تكون اما المدينه او الدمام او الرياض. فانا عاوز اعطل الكونسترين ده، فهعطله باستخدام ايه؟ الديسيبل. تعال نجرب كده. اولا انا عاوز نجرب اللي هنا من شغالين صح ولا غلط. يعني دلوقتي انا هنسيرت انتو وركر واقول values واحط 10، بلاش 10 بقى عشان ما يحصلليش مشكلة، خليها 100 واحط اقول احمد، واقول ان الراتب بتاعه راتب سليم مثلا 3000، واقول ان المدينه، خلي بالك انا هذكر مدينه مخالفه للتشيك، فاقول مثلا مدينه الخرج اعترض، قال لي التشيك كونستين اللي انت حاطه فيوليتد. فيوليتد او ايه؟ او تم انتهاكه. يعني ايه؟ يعني انت حطيت قيمه لا تتناسب مع التشيك اللي انت كنت حاطه. طيب انا بقى دلوقتي هعطل عمل الكونسترين ده، انا عاوز اعطل عمل التشيك سيتي ده، الكونسترين ده عاوز اعطله. فهعمل ازاي؟ هقول الالتر تيبل، اسمه ايه التيبل؟ اسمه وركر. عاوز تعمل ايه؟ انا عاوز اعمل ديسيبل لكونسترين. طيب اسمه ايه الكونسترين؟ اسمه تشيك سيتي، وحط السيمي كولون. فقال لي خلاص تم تبديل الجدول. يعني ايه؟ يعني خلاص يا عم احنا كده عطلنا لك الكونسترين اللي اسمه تشيك سيتي ده. طب اجرب بقى ادخل بياناتي دي تاني، شوف هيقبلها ولا مش هيقبلها. اهو هي البيانات قبلها. ليه بقى قبلها يا شباب؟ لان التشيك سيتي اللي انا كنت حاطه، الكونسترين اللي كنت حاطه بيشيك على المدينه معطل دلوقتي باستخدام الديسيبل اللي احنا استخدمناه، ديسيبل كونسترين. طب لو عاوز اعيد تشغيله تاني اعمل ايه؟ هعيد تشغيله تاني بنفس الجمله، فاقول الالتر تيبل، اسمه ايه التيبل؟ وركر. بس بدل ما انا كنت قايل ديسيبل هقول هنا ايه؟ انيبل. برافو عليك، عكس ديسيبل انيبل، هقول انيبل كونسترين، شغل كونسترين. اسمه ايه الكونسترين اللي عاوز تشغله؟ اسمه تشيك سيتي. واضح يا شباب؟ يبقى انا بعطل الكونسترين مؤقتا باستخدام ديسيبل واعيد تشغيله تاني باستخدام انيبل. وبكده يا شباب بنكون انتهينا من حديثنا عن الكونسترينز.